نتيجة للانخراط الشخصي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في اتصالاته الدائمة والمباشرة مع الفاعلين بالإدارة الأمريكية، وعلى إثر القرار الصادر مؤخرا من طرف الإدارة الأمريكية بالاعتراف التام بسيادة المغرب على صحرائه، احتفل ساكنة جزيرة العيون الساقية الحمراء بهذا الحدث التاريخي الهام والذي عبر مجموعة من المواطنين عن آرائهم. تمن غاليا الاعترافات الأخيرة اللي دلت بها الشقيقة أمريكا، وذلك بفضل صاحب الجلالة اتصاله هاتفي مع الرئيس ترامب، اللي تم الاعتراف بمغربية الصحراء، واللي أعلن عن افتتاح قنصلية في إقليم أو جهة واد الذهب داخلة. احنا فرحانين جدا، ولا حتى ساكنة هذا الربع الغالي على المملكة فرحانة جدا بهذا الاعتراف ديال مغربية الصحراء. ومن هذا المنبر ندعو أشقائنا في الجهة الأخرى الطرف الآخر وابناء عمومتنا على أنهم يلتحقوا بالركب ويجوا يشاركونا في الحكم الذاتي باش نبداو نفعلوه اللي اعطاه او اعلن عنه صاحب الجلاله الله ينصره تحت السياده المغربيه. فرحانين كباقي المدن المغربيه الصحراويه بهذا الخبر اللي صدرته الولايات المتحده بان الصحراء مغربيه وستبقى مغربيه، وحنا وراء صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. شعارنا الله الوطن الملك. الحمد لله الولايات المتحده فين اعترفت بان الصحراء مغربيه، الحمد لله انها جات في واحد الوقت نيت اللي محتاجين الحمد لله ان الدول كاملين انسان دو ويتعاقدوا مع المغرب الحمد لله. والا هذا الحمد لله كيطمئن وكيطمئن الساكنه كامل الحمد لله الصحراويه، وحنا راه من السكان الحمد لله وفرحانين كنطلبوا الحمد لله ديما الحمد لله كل القضيه مزيانه. نحن كمغاربه بصفه عامه وكمواطنين الاقاليم الجنوبيه بصفه خاصه واخص بالذكر ساكنه مدينه العيون، احنا جد فرحانين اليوم بهذا الحدث التاريخي العظيم اللي اعلنت امريكا عن مغربيه الصحراء، ونحن ممتنون جدا للولايات المتحده الامريكيه بهذا الاعتراف ديالها، ونحن جنود مجندين وراء جلاله الملك نصره الله. يستاهل هذا الحدث اليوم نحتفلوا به حنا كمغاربه، حنا فرحانين بزاف بهذا الاعتراف اللي هو اعتراف بامريكا للسياده المغربيه للصحراء، الله الوطن الملك. هذا وقد صدر عن شيوخ تحديد هويه القبائل الصحراويه بجهه العيون الساقيه الحمراء بلاغا المثمنين من خلاله بحراره هذا القرار الصادر عن دوله عظمى لها وزنها الفاعل في القرارات الدوليه، الذي جاء نتيجة الانخراط الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. الاعتراف ما جاش عبثا، جاء بعد مدة طويلة من عمل الدؤوب بالسياسة المغربية والدبلوماسية خصوصا على تحت جلالة الملك الله ينصره. وهذا قلت لك القرار هو قرار مهم لأنه جاء من دولة عظيمة، دولة ذات سيادة، دولة عندها وزن سياسي تمكن تقلب موازين في أي لحظة أينما كانت وأينما حلت وارتحلت. وهذا على كل حال جاء من بعد كذلك كثير من انتصارات دبلوماسية على الساحة الوطنية وعلى ساحة الصحراء المغربية، خصوصا فيما يسمى تنقية القرقرات مؤخرا، هذه القنصليات كانت تفتحهم وفي الداخلة. وهذا على كل حال الكثير من غيث مازال جاي منه ياسر على كل حال، دون ان ننسى القنصليه الامريكيه اللي تفتح في الداخل وهي قنصليه مهمه عندها طابع اقتصادي. نحن نعيش حدث مهم وهو القرار الذي اتخذته الولايات المتحده بالاعتراف بمغرب الصحراء، والقرار الذي اعترف بسياده المغرب على الاقاليم الصحراويه. هذا القرار هو منعطف وحدث تاريخي لأنه قادم من دولة، قرار من دولة عظمى، دولة مؤثرة على المستوى الدولي ومستوى الإقليمي. ثانيا المهم هو أن هذا المرسوم الرئاسي مضمونه عن الصحراء المغربية وعن لا فواضات على الحكم الذاتي إلا بالحكم الذاتي على تحت السيادة المغربية.